السلام عليكم. هل شهادتنا كرة القدم الأمس؟ وعليكم السلام. شاهدة المباركة الليلة المالية بين المغرب والبرتغال. من حرب البرية لقد نامت الليلة مالية لأنني كنت أقوم بمهمة. رأيي من الجيد أن تقوم بمهمة لكني لم أنظر إلى الكرة. من فاز بأن مرات أمس؟ فاز المغرب. هل بكى كريستيانو رونالدو حقا ليلة المالية؟ هذا صحيح. كان هناك مقطع فيديو انتشر على تيك توك. هذا صلاح. أين تقام كأس العالم هذه؟ تقام هذه المباراة في قطر. خمينو، من سيفوز بكأس العالم هذه المرة؟ لست متأكدا من سيفوز. تحدث أشياء كثيرة غير المتوقعة. أعتقد أن المغرب سيفوز. هل تعتقد أن مباراة المغرب أمام البرتغال ليلة المادية كانت مردية؟ أعتقد على المباراة كانت مردية. أعتقد أن المغرب سيفوز. مجموع جوائز كأس العالم 2022 هو 1.97 مليار دينجي، 440 مليون دولار. أي دولة تشارك في كأس العالم هذه المرة؟ الأرجنتين والبرتغال وكوريا الجنوبية وغيرها. أعتقد أن المغرب يستحق فوز، لكن ليس لديهم كتب. أنا شاعر بهذا الترتيب. أين هي المباراة القادمة بعد 40 سنوات؟ البطولة ستستضيفها دول أمريكا الشمالية. من هم اللاعبون الذين تحكم بهم؟ رئيس كرة القدم المغربي يوسف بوكوكا. إلى ميسي وبعض اللاعبين البرتغاليين. أنا ليونيل ميسي. من هو اللاعب؟ إنه لاعب في المنتخب الأرجنتيني. لماذا تحب هذا اللاعب؟ لأنا من أسوأ اللاعبين اسماً. أي فريق سيلعب الليلة؟ ليلة هي مباركة فرنسا وكرواتيا. ما هو موعد المباراة الليلة؟ مشاهدته مع في الساعة 11 في استرو سوبر سبوت. ليس لدي فلاق. لاعبنا يشاهده معا في متجر ممك. كن مستعدا في الساعة 10 سأعطيكم معرفة. حسنا، أراك لاحقا. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام. نراكم على ليلى.